السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بأنشطة التوليف والتقويم والدعم المرشد في النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، الصفحة 75 و76. إذا نبدأ بتقويم التعلمات. J'observe les images suivantes et je relis l'animal avec son petit. إذا سنقوم بربط كل حيوان بصغيره. إذا السلحفاة، البطريق، الأسد أو الشبل مع اللبؤة، إذا الشاة مع الحمل، ثم إذا الحمار الوحشي مع صغيره، إذا صغير الدب، المهر، إذا صغير الحصان، إذا ثم صغير الفيل. نمر الآن إلى السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني: بعض الخصائص عند النباتات تكون موروثة وبعضها غير موروثة. إذا أصنف الخصائص التالية حسب الجدول الآتي. إذا هناك خصائص إذا تورث من نبتة إلى أخرى، إذا من النبتة الأم إلى النبتة البنت. إذا كنلقاو مثلا مجموعة من الصفات فهي تورث، ولكن كاينين صفات أخرى غير موروثة إذا تتعرض لها النبتة، مثلا كتأثير المناخ، تأثير إذا الطبيعة إلى غير ذلك. حجم البذور، إذا هذه من الخصائص الموروثة. حجم البذور، ألوان الأزهار كذلك من الخصائص الموروثة، ألوان الأزهار، شكل الأوراق، غصن متكسر أو مكسر ليس من خصائص من الخصائص الموروثة، إذا فهو من الخصائص غير الموروثة. إذا غصن مكسر، تجعد البذور، إذا كذلك من الخصائص غير الموروثة، تجعد البذور لأنه يمكن أن تتجعد البذور إذا نتيجة قلة المياه. طول الساق، خصائص موروثة، طول الساق. أوراق مقطعة، خصائص غير موروثة، أوراق مقطعة. ثمار فاسدة كذلك خصائص غير موروثة، ثمار فاسدة. جذع بدون قشرة كذلك جذع من الخصائص غير الموروثة، بدون قشرة. نمر الآن إلى السؤال الثاني، توليف التعلمات. ألاحظ الصور وأقرأ النص ثم أجيب. تنمو شجرة الأرغان في منطقة سوس جنوب المغرب وفي فلسطين، لها قدرة كبيرة على مقاومة الجفاف ولا تحتاج إلى كثير من الماء لأن أوراقها صغيرة تتساقط باستمرار مما يقلل من عملية التبخر. جذورها طويلة ومتحركة مما يجعلها حاجزا طبيعيا أمام التصحر، وتشتهر بزيتها الغني الذي يستعمل في التغذية والتجميل والتطبيب. إذا السؤال الأول: أذكر المناطق التي تنمو فيها شجرة الأرغان. إذا بطبيعة الحال في المغرب، إذا بمنطقة سوس. إذا السؤال الأول: إذا في منطقة سوس جنوب المغرب وفلسطين، وفي فلسطين. إذا هذوما الأماكن اللي تتكون فيهم شجرة الأرغان. سؤال ثاني: كيف تستطيع هذه الشجرة التكيف ومقاومة الجفاف؟ إذا تستطيع التكيف ومقاومة الجفاف ب إذا
تساقط الأوراق، إذا التساقط المستمر للأوراق، إذا بالتساقط، إذا ما كناش عملية التبخر بكثرة، إذا بالتساقط المستمر لأوراقها الصغيرة في نفس الآن، حتى الأوراق صغيرة لأوراقها الصغيرة، وكذلك وبواسطة، إذا عندها جذور طويلة ومتحركة، وبواسطة جذورها، إذا عندها جذور طويلة ومتحركة، جذورها الطويلة والمتحركة. السؤال الثالث، أحدد نوع أوراق شجرة الأرغان. إذا ثالثا، إذا أوراق شجرة الأرغان صغيرة، إذا نوع الأوراق، إذا شجرة الأرغان صغيرة، إذا عندها أوراق صغيرة. السؤال الموالي، أحدد نوع جذور شجرة الأرغان مبرزا دورها في مقاومة، إذا التصحر، إذا أو إذا التصحر، إذا وليس الصحر، إذا التصحر هنا عندهم خطأ، إذا التصحر. إذا رابعا، جذور شجرة الأرغان طويلة ومتحركة، جذور شجرة الأرغان طويلة ومتحركة، إذا تقف كحاجز طبيعي أمام التصحر، طبيعي، إذا أمام، تقف كحاجز طبيعي أمام التصحر. السؤال الموالي، اقترح طريقة من أجل حماية هذه الشجرة والحفاظ عليها. إذا بطبيعة الحال حماية الشجرة، الشجرة، إذا بتطويق مجال انتشارها، مجال انتشارها، واعتباره محمية طبيعية. إذا فالأماكن أو الغابات التي تنتشر فيها شجرة الأرغان يجب أن نطوقها ونعتبرها محمية، إذا محمية طبيعية، إذا باش نحافظوا عليها، وكذلك باش ما الإنسان ما يقطعش هذه الشجرة وما يعني يؤدي لتدمير هذا الإرث وهذه الثروة الغابوية المعروفة بشجرة الأرغان. نمر الآن إلى السؤال الثالث، تقويم تملك نهج التقصي. أردت أن تتأكد من أن قطع أوراق نبتة الفول خاصية غير وراثية، ما هي المراحل التي سوف تتبعها لإثبات ذلك؟ إذا المراحل، إذا السؤال الثالث، شنو هما المراحل اللي غادي نتبعو باش نثبتوا أن قطع الأوراق هي خاصية غير وراثية؟ أولا، إذا قطع أوراق نباتي فول بالغ، إذا هذه هي المرحلة الأولى. ثانيا، إذا زراعة بذور نفس النبات، إذا هذوك البذور ديال هذاك الفول اللي قطعنا ليه الأوراق ديالو كان نزرعو هذوك البذور. ثالثا، إذا نمو النبتة البنت، إذا النبتة البنت ديال الفول اللي كان في الأول نبتة أم. إذا رابعا، شنو غنكتشفو؟ أوراق، إذا هاد النبتة الجديدة اللي غتنمو فغتكون عندها أوراق كاملة، أي أنها غير ماذا؟ غير مقطعة. شنو غادي نستنتجو؟ قطع الأوراق خاصية غير موروثة، إذا خاصية غير موروثة، إذا هادو كمراحل للتجربة بطبيعة الحال.
هنا خلاصة. إذا هذه هي الخلاصة. إذا بالنسبة للسؤال خصنا نطرحوا واحد السؤال. إذا السؤال: هل قطع الأوراق خاصية موروثة؟ هل قطع الأوراق خاصية موروثة؟ إذا هل قطع الأوراق خاصية موروثة؟ عندنا تجربة، عندنا خلاصة. السؤال الأخير، السؤال الرابع: دعم التعلمات. تمثل الصورة حيوان الأيل الذي يستطيع العيش في المناطق الصحراوية كما في المناطق العشبية والمناطق ذات المناخ المعتدل. الأيل له عظام على رأسه تسمى القرون المتساقطة، يتميز بقدرته الكبيرة على الجري السريع، له حجم كبير. يستخدم لحم الأيل في الغذاء وجلده في صناعة الملابس الجلدية. بفعل القنص المتزايد يعتبر الأيل أحد الحيوانات المعرضة للانقراض. من خلال النص والصورة أذكر بعض الطرق التي يعتمد عليها الأيل من أجل البقاء على قيد الحياة. إذن من بين الطرق، إذن عنده الجري السريع. إذن الجري السريع يمكنه من البقاء على قيد الحياة. إذن الجري السريع، إذن القدرة على الجري السريع. ثم إذن القرون، إذن القرون كوسيلة للدفاع. إذن القرون حتى هي وسيلة كتمكنه من أنه يدافع على النفس ديالو، إذن خصوصا إذا كانوا حيوانات مفترسة. هل يمكن أن تلد أنثى الأيل دون وجود ذكر؟ لا، إذا لا يمكن أن تلد. لماذا؟ أعلي إجابتي، لأن الأيل حيوان ولود. لأن الأيل حيوان ولود لابد من الذكر في عملية التوالد. لابد من الذكر في عملية التوالد. إذا ممكنش الإناث تولد بوحدها إذا في عملية التوالد. إذا أصدقائي، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله مع دروس الوحدة السادسة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.